السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1، الصف الاول الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض يونت 4. يونت 4 الوحدة الرابعة، on the farm. on the farm في المزرعة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي on the farm في المزرعة بيكلمنا عن حيوانات المزرعة، الحيوانات الأليفة المستأنسة زي الهورس والدك والتشيكن والجوت والحاجات اللي بياكلوها، البيئة اللي بتاعتها، البيئة الخاصة بيهم، بيقعدوا في مكان عامل ازاي. وبعد كده بيكلمنا عن الحيوانات بصفة عامة. فهنا اصدقائنا اللي موجودين معانا في كونكت بلس ادم ويوسف، اول واحد بيقول look a horse، look انظر a horse حصان. فصديقنا التاني بيرد عليه بيقول له it's a big horse، انه حصان كبير. big يعني كبير، لازم ناخد بالنا من الصفات الشكلية بتاعت الحيوانات، big يعني كبير. وعكسها طبعا كلمة small، small يعني صغير. it's a big horse، it has brown hair، it has brown hair، هو لديه شعر بني. and a long tail، and a long tail، وذيل طويل. فصديقنا بيرد عليه بيقول له look انظر ducks، ducks butt. فبيرد عليه ويقول له they are small ducks، هم بطات صغيرة. a duck البطة has two wings، has two wings لديها جناحان. and one beak، one beak ومنقار واحد. فصديقنا بيقول له look a goat، انظر a goat عنزة. فبيقول له it's funny، انها مضحكة. a goat has four legs، العنزة لها اربع ارجل. and small antlers، small antlers يعني قرون صغيرة، antlers يعني قرون. it's funny a goat has four legs and small antlers. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا يا اصحابي في الجزء ده بيعرفنا الكلمات اللي لازم نكون حافظينها. اول حاجة they are، they are هم يكونوا. big يعني كبير، small يعني صغير، حجمهم كبير او حجمهم صغير. والكلمات اللي لازم نعرفها ونحفظها برضو duck يعني بطة، chicken، chicken يعني دجاجة، sheep، sheep يعني خروف، horse، horse يعني حصان، cow، cow يعني بقرة، bird، bird يعني طائر، farm، farm يعني مزرعة. لازم نكون حافظين الكلمات دي كويس قوي، لان هي الكلمات الخاصة بيونت 4 او الوحدة الرابعة، on the farm، on the farm في المزرعة. وفي البيج دي اصحابي بيزي بي بتقول لنا look and read، look and read انظر واقرأ. وهنا جايب لنا صورة goats او ماعز وهم بيأكلوا. طبعا الاكل بتاعهم ده بيسميه بالعربي تبن، تبن. التبن هو العشب اللي احنا سبناه في الشمس لغاية ما تجف منه المية علشان يعيش لمدة اطول، وبيبقى لونه بعد ما كان اخضر بيتحول للون الاصفر، ده بنسميه تبن. in English تبن يعني hay، hay h-a-y، hay يعني تبن. فهم هنا بياكلوا their food او الطعام بتاعهم اللي هو hay، hay يعني تبن. فهنا جايب لنا الصورة دي ومكتوب جنبها it lives، انها تعيش، on the farm، on the farm في المزرعة. it eats hay، it eats hay هي بتأكل تبن. ده طبعا بالنسبة للجوتس. في الجزء التاني يا اصحابي بيزي بي بتقول لنا listen and match، listen and match انظر ووصل. فطبعا هنا يا اصحابي مدينا four pictures او اربع صور و four sentences او اربع جمل. اول صورة فيها bird او طائر، وطبعا بيزي بي وريانا ان هو المفروض يحصل له ماتش او يتوصل بيه. it flies in the sky، it flies هو يطير، in the sky
in the sky في السماء. فالصورة التانية فيها horse horse أو حصان المفروض نعمله match مع it eats grass it eats grass إنه يأكل العشب ولا it swims in the water it swims إنه يسبح in the water في الماء ولا it runs إنه يجري in the field في الحقل. احنا شايفين الصورة فيها ايه يا اصحابي؟ شاطرين it runs in the field هو بيجري فعلا في الحقل فنعمل له match بالشكل ده. الصورة number C موجود فيها cow بتأكل العشب فالمفروض نعمل لها match مع it eats grass انها تأكل العشب ولا it swims in the water it swims in the water انها تسبح في الماء. شاطرين طبعا it eats grass او انها تأكل العشب فنعمل لها match بالشكل ده. طب اخر حاجة fish fish او سمك المفروض نعمل لها match مع ايه يا اصحابي؟ شاطرين it swims انها تسبح in the water في الماء فنعمل لها match مع it swims in the water او انها تسبح في الماء. وفي الجزء اللي بعد كده في البيج دي اصحابي بيزي بي بتقول لنا look again انظر مرة تانية and say وقل it's a cow انها بقرة it lives on the farm it lives on the farm انها تعيش في المزرعة it eats grass انها تأكل العشب. ولازم نبقى عارفين الافعال المختلفة eats يعني يأكل runs runs يعني يجري swims swims يعني يسبح. ونتنقل الجزء اللي بعد كده خليكم معي. وهنا الجزء ده خاص بالريدنج او بالقراءة لازم ازاي نتعلم نقرا لوحدنا فانا هقرأ وانتوا هتقروا ورايا بعد كده. وده كويز كويز او اختبار يا اصحابي. هنا بيزي بي بتقول لنا do the farm quiz do the farm quiz اعمل او حل الامتحان الخاص بالمزرعة read اقرأ number ضع الرقم الصحيح and write واكتب. فمدينا هنا 5 pictures او 5 صور فيهم الفيش والبيرد والهورس والتشيكن والجوت. طبعا كل واحد فيهم المفروض هنكتب اسمه تحت الصورة الخاصة بيه. وبعد كده مدينا هنا 5 sentences او 5 جمل كل جملة منهم بتوصف صورة من الصور دي. اول sentence او اول جملة بتقول It's big إنه كبير It's brown إنه بني It runs in the field It runs in the field إنه يجري في الحقل What is it? What is it? ما هو؟ هو إيه؟ طبعا ده الهورس أو الحصان. وهي حللنا الجزء ده وكاتبة جنبه number one فهنكتب تحت منه horse زي ما احنا شايفين قدامنا. طب السنتنس التانية مكتوب فيها It's small إنه صغير It's in different colors ولي ألوان كتيرة different colors ألوان مختلفة white أبيض black أسود or brown or brown أو بني It lives on the farm إنه يعيش في المزرعة What is it? What is it? ما هو؟ السنتنس التالتة مكتوب فيها It's small إنه صغير It flies in the sky. It flies in the sky. إنه يطير في السماء. What is it? ما هو? والسنتنس الرابع مكتوب فيها It's gray. It's gray. إنه رمادي. It swims in the water. It swims in the water. إنه يسبح في الماء. What is it? What is it? ما هو? وآخر جملة مكتوب فيها It's white. It's white. إنه أبيض. And brown وبني It's funny إنه مضحك it eats hay هو بيأكل التبن What is it? What is it? ما هو؟ فنرجع مرة تانية للـ sentence number 2 بتقول it's small إنه صغير It's in different colors لي ألوان مختلفة white أبيض black أسود or brown أو بني It lives on the farm هو بيعيش في المزرعة What is it? What is it? ما هو؟ طبعا دي chicken أو الدجاجة فهنكتب هنا number 2 وهنكتب تحت منها chicken. السنتنس التالتة It's small إنه صغير It flies in the sky إنه يطير في السماء What is it? What is it? ما هو؟
طبعا ده البيرد او الطائر، فهنكتب هنا number 3 وهنكتب تحت منه bird او طائر. السنتنس الرابع مكتوب it's gray انه رمادي او انها رمادية. it swims in the water انها تسبح في الماء. what is it ما هي او ما هو، طبعا دي الفيش او السمكة، فهنكتب هنا number 4 وهنكتب تحت منها fish. وآخر جملة مكتوب فيها it's white انه ابيض and brown وبني. it's funny انه مضحك. it eats hay انه يأكل التبن. what is it طبعا دي الجوت، فهنكتب هنا number 5 وهنكتب تحت منها goat. وبكده قدرنا نحل الكويز الخاص بالفارم او الامتحان الخاص بالمزرعة، ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وطبعا يا اصحابي لازم نكون عارفين الفرق بين التري اللي هي الشجرة الكبيرة والبوش الشجرة الصغيرة، بوش يعني شجرة صغيرة شجيرة، وبين الليفز او اوراق الشجر، والجراس او العشب، والفلاورز او الزهور. كل دي حاجات ممكن تكون موجودة في الفارم او في المزرعة. فالتري اللي هي الشجرة الكبيرة، اما البوش اللي هي الشجرة الصغيرة خالص، الليفز او اوراق الشجر، اما الجراس اللي هو الاعشاب الصغيرة اللي بتنمو في الارض، اما الفلاورز اللي هي الزهور. وطبعا leaves يعني اوراق شجر، المفرد بتاعها leaf يعني ورقة شجر واحدة. فهنا بيزي بي بتقول لنا listen and read، استمع واقرأ. انا وانتوا هتقرأوا بعد كده ورايا. The trees are tall الاشجار طويلة. Birds الطيور live in the trees بتعيش في الشجر. The bush الشجيرات is small هي صغيرة. It has green leaves لها اوراق خضراء. The flowers الزهور are pretty جميلة. We play on the grass احنا بنلعب على العشب. طبعا لازم نبقى عارفين زي ما قلنا leaf يعني ورقة شجر، اما leaves يعني اوراق، وده الجمع بتاعها. وتعالوا نروح للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل للجزء الخاص بالساينس او بالعلوم اللي موجود في unit 4 on the farm. وهنا بنتكلم عن اجزاء النبات المختلفة، الplants parts او اجزاء النبات. فهنا مديانا بيزبي 4 pictures او 4 صور فيها الplants parts او الاجزاء الخاصة بالنبات، وبتقول لنا هنا listen and read استمع واقرأ. فهنا بتقول لنا plants النباتات have لديها roots يعني جذور. The roots are in the soil the roots الجذور are in the soil موجودة في التربة في الأرض الخاصة بالزراعة. في تاني صورة موجود فيها the stem اللي هو الساق. The stem grows from the roots الساق بينمو from the roots من الجذور، يبقى ده الستم. تالت صورة موجود فيها leaves الأوراق. leaves grows on the stem leaves بتنمو grows يعني بتنمو on على the stem الساق. وآخر حاجة الflower أو الزهرة الوردة. this plant has a نبات is a sunflower اللي هي زهرة عباد الشمس زي ما بيسموها. it has انها لديها a pretty flower يعني جميل، وflower يعني زهرة، ليها زهرة جميلة او it has a pretty flower. وكده نكون رجعنا معلوماتنا الخاصة باجزاء النبات المختلفة اللي هي الروتس او الجذور، وهي مكانها في السويل او التربة الارض الزراعية، والستم الساق، والليفز الأوراق، والفلاور الزهرة الخاصة بالنبات. ونتنقل الجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل الجزء الخاص بالفونكس الموجود في يونت 4 أو الوحدة الرابعة. الفونكس أو الصوتيات، كيفية نطق الحروف بشكل صحيح. وهنا بنتعلم الجزء الخاص بنطق حرف الـ A
لما يكون بعد منه I والA لما يكون بعد منه Y والA لما يكون بينه وبين الA اللي هي A وفي حرف بينهم وبعد كده الA حرف. فلما بيكون الA بعد منه I زي كلمة rain أي حرفين vowel زي أصحابي، وإحنا عندنا في على القناة كورس خاص بالصوتيات أو الفونكس الخاصة بالحروف اللي ممكن تساعدنا بشكل كبير جدا إزاي ننطق الكلمات بشكل صحيح. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها تحت الفيديو. أي حرفين من حروف المتحركة اللي هي الحروف الفاولز، وطبعا هم خمس حروف الA والI والE والO والU. الA والI حرفين من حروف الفاولز، لما بيجوا ورا بعض أول حرف منهم زي ما هو الA دلوقتي بيغطي على الحرف اللي بعد منه اللي هو الآي، فبيخليه ما يتنطقش ونطقه بيكون ضعيف جدا زي كلمة rain. الآي هنا نطقها مش ظاهر rain، فبتكون شبه silent مش منطوقة تقريبا. برضو في كلمة tail، tail زيل نفس الشكل، الA بتخلي الآي اللي بعد منها غير منطوقة أو silent، فبيكون نطق الكلمة tail، tail يعني زيل. لما الA بيجي بعد منها Y، الY بتنطق كأنها I زي كلمة play، play يعني يلعب. لما بيكون برضو وراها Y زي كلمة hey، hey يعني تبن، هنا الY نطقت كأنها I زي كلمة hey، hey يعني تبن زي ما قلنا من شوية. وآخر حاجة لازم نتعلمها في الفونكس الخاصة بيونت 4، لما بيكون عندنا كلمة فيها A وفيها حرف الاي كمان وبين الاي والاي حرف من الحروف التانية زي كلمة كيك، هنا الاي لما بتكون في اخر الكلمة بتصبح سايلنت لا تنطق، والاي بيخلي الحرف اللي بعد منه ينطق بشكل واضح وصريح زي ما قلنا كلمة كيك، كيك يعني كيك. وزي كلمة جيت، جيت التي هنا منطوقة بشكل واضح جدا، اما الاي هنا اصبحت سايلنت او لا تنطق زي ما احنا شايفين كلنا. فمرة تانية الاي بعد منها اي بتخلي الاي سايلنت او لا تنطق زي كلمة رين، رين يعني مطر، وتيل، تيل يعني زيل. الاي لما بيكون بعد منها واي، الواي بتنطق كأنها حرف اي زي كلمة بلاي، بلاي يعني يلعب، وزي كلمة هي، هي يعني تبن. الA لما بتكون موجودة في كلمة وفي حرف بعد منها وفي الآخر E، الE لا تنطق بتكون silent زي كلمة كيك، كيك يعني كيك أو كعك، وزي كلمة gate يعني بوابة. وبكده نكون عرفنا الجزء الخاص بالفونكس في يونت 4، وانهينا معاه شرح درس النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. لو أعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وبتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.